اتحمل. جماعة الخير سوينا حادث بالغلط ومر الشباب بالصدفة ووقفت عندهم. والله غباء فيك ولا تعرف تسوق. انا والله العظيم يوميا مغرز يوميا مغرز يوميا افلام فين درجة الحرارة 59 انا بيكم توقفون معي. اقول خلاص 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 الله يستر عليكم والله يستر. انا حسبتكم واقفين تبون لي خير اكتشفتكم تبون لي الشر. يلا سلام سلام بس سلام سلام. مع كامل الاسف مع كامل الاسف هذا هو الحادث. هنا صارت في كسره بسيطه تشوف. مع كامل الاسف انك غشيم ولا عندك سالفه والله يبلش العدو لا تطلع على الموتر. اقول 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 اركب سيارتك. ان جاي ان جاي ان جاي ان جاي اتمنى في واحد وش 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 اتمنى اني اخوك الكبير. تتمنى اني اخوك الكبير كل يوم والله. اركب لا تدق. اركب 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 راح 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 جايبك عنصر لي فرعون راح 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 راح. ودي اقول لك بس بالعوض يا ابن الحلال ما نبي عوض. اركب بس اركب فارق بس فارق فارق لا تكسر العروه حق الباب. فارق فارق فارق. خلاص ابو خالد عايش في نعي. شوف طلع اوب سك سك سك. ابو خالد طلعت عندك ثلاجه احنا ما ندري. ها اشتري الماء وحطه في ثلاجه يبرد. لا لا تعال ايش الحاله هذه اللي انا عايشينها. لا ايش الحاله هذه. ها والله بجيك ابو خالد التلبسات واخر واخر بجلب التلبسات واخر واخر بجلب التلبسات. شوفوا يا جماعة الخير تلبسة ما تسوى علينا والله ما تسوى علينا والله ما تسوى. جماعة الخير تلبسة سكس وما ما ينفع ما ينفع. قصر قصر عليه قصر. اوه لا 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 كذا ما ينفع. خلاص تحكمنا تحكمنا. دقيقة شوفوا يا جماعة الخير تلبسة 60 سنت تقدر يا طويل العمر السلامة تشوف انها مانعة او مقاومة للموية مثل ما انتم شايفين. تقاوم الموية ما تسرب لك السوائل داخل السيت تحميها من الحرارة. اللي جيت تركب السيارة تركب السيارة وهي ناعمة ما هي بحارة معتدلة. مثل ما انتم شايفين شوفوا تحت ما في اي تسريب ولا اي حاجة. عشان تعرفون الفرق شوفوا هذه باخذ موية بحطها هنا خفيف شوف شلون يتحول اللون بالضبط. خير الكلام ما قل ودل. المنتج هذا يتكلم عن نفسه. تخيلوا ب 19 ريال او ب 21 تاخذ مزايا كثير، ومن ضمن المزايا انك تقاوم لك السوائل ومن ضمنها انك تحافظ على السيت من حراره السيت عشان ما يتلف بعدين او تتقشر الجلود او السيت يصير فيه تلفيه او يتغير لونه. وفوق هذا كله تحافظ عليك انت لما تركب في السياره في الظهريات تقاوم لك السوائل تقاوم لك الحراره تقاوم لك اشياء كثير ومن ضمنها حتى البكتيريا. التلبيسه هذه ترى معززه بماده النانو. تعرفون ماده النانو انها تمنع المويه فلما تستخدمونها تبي توفر عليكم اشياء كثير لا بعدين ولا قدام. وترى عمرها طويل طويل. انا استخدمها ممكن لثلاث شهور وانتم شفتوا كيف فعاليتها. اللي وريتكم اياها ترى لها ثلاث شهور موجوده على السياره فانتم شايفين ما يحتاج. يا اخي شكرا والله تحرجوني تدرون والله تحرجوني تدرون يا جماعه الخير الى الان ما خلصنا يمكن نص ساعه. جت اكثر من 70 طلبيه فانا اتوقع اللي بيشوف السنابات ذي في الليل ما راح يلحق. على العموم انتم الحقوا ثم الحقوا ثم الحقوا لان سعرها حلو. ثاني شيء توفر لك اشياء كثير. ولا تنسون دامكم طالبين طالبين اخذوا بلوت 6 سنت الجيشي لان ايش الحاله هذه اللي انا عايشينها. لا ايش الحاله هذه ايش الحاله. ايش بغيت؟ شكلكم موديله 23 23 اي كل زاويه فيها طقه. كل زاويه سبحان الله فيها طقه. كل زاويه فيها طقه. ايوه فرد 2010 ما في لا طقتي. كل والله 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 انك صادم على اسمع صادم على موترك اكثر. تدري ليه؟ تدري ليه؟ اصبر اصبر خل تدري ليه؟ تدري اني اغشم منك والله والله العظيم. بس انا تعدني هو من بس الناس خاف منك. ايش فيك قطاره؟ ايش فيك قطاره؟ ما احتاج. انت تعدني واحد من الغشمان ابو خالد. والله انك مغشم منك الاداء ابو خالد. هذا معفرد ترى الخطا على الرجال 100%. انا ما سويت شيء. وين مرسيدس تاعك؟ قرقعان لا 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 خلاص 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 يدور والله قدام موجوده. هذه الحكه شوفوا قبل هذه الحكه بعد. انا كل زاويه لازم في بصمه لازم في بصمه. هناك اليوم يعني والله ما ادري ايش اقول. اعرف ليش حاط مظله اساسا. ليه؟ مو انت كلبها مدعم. طيب ايش دخل مظله هو؟ حتى ولو ليش مظله؟ وقف في الشارع. غالبا مرسيدس سيارة لا والله لا والله لا والله فاهميني خطا والله فاهميني خطا انتم. ماني فاهم خطا. انتم انتم فاهميني خطا. انتم ما عرفتوا عبد اللطيف ايش يفكر فيه. ايش تفكر؟ يا حوادث. لا لا لا
بحكم ان اليوم سوينا حادث بسيط قالوا ريف اتوقع يعني قالوا ريف خلينا طيب خاطر الدستور على طول جاب لنا عطرين صيفيه لا 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 ايش اللي لا 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 والله حق موتر جايبينها ليهم اي موتر ابو خالد صار لك ثلاث شهور ما حد عطاك وجه ما درى ما درى ما درى ما حد عبرك ابو خالد والله ما حد عبرك والله العظيم صدق والله ما حد عبرك والله اذا عبروني ولا ما عبروني هذه لي وهم طلع رساله جب 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 طيب دقيقه بعطيك بعطيك واحد ثاني بعطيك واحد بعطيك بعطيك ايش هذا وانا مالي رب سنه ما اقول لك واحد فكر وخر 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 ابو خالد تكفى